الستراكشر بتاعه مختلف شوية عن بقية الأوريجنز اللي قلناها امبارح. سريع بس كده بسرعة يعني، احنا كنا قلنا انه في ليمف نود، انا هقول بس الكي بوينتس بتاعت كل واحد. الليمف نود قلنا ان فيها حاجتين بيميزوها، الترابيكولي بتقسمها الى ريجولار كومبارتمنت، وكمان الليمفاتيك فوليكلز موجوده في الكورتكس مش موجوده في المنطقه. نيجي بعد كده للتونسل، قلنا التونسل الوحيده اللي فيها ابيثيليوم، والابيثيليوم ده عامل حفر اللي هي الكريبتس. تالت واحده قلنا الاسفلين، في حاجتين بيميزوه، اول حاجه انه الكبسول بتاعه فيه سموث ماسل فايبرز، ودي مش موجوده في اي مكان تاني في الليمفاتيك تيشو. وتاني حاجه انه كل فوليكل من عنده فيها ارتري، يعني فيها دايره حمراء اللي هو الارتري بيخترق الفوليكل، كل فوليكل تمام. فبالتالي لما اجي اشوف الفوليكل كده ما اشوفهاش بقى دايره زرقاء، لازم اشوف فيها دايره حمراء كده على الطرف اللي هي بتاعه تمام. نيجي بقى للثايمس النهارده، الثايمس يعتبر من البرايمري الفويد اورجان، ووظيفته الرئيسيه هي الماتوريشن بتاعه التي ليمفوسايتس، ان هو يعلمها ويعرفها مين السلف من النون سيلف انتيجنز عشان تقدر تتعامل مع الاميونيتي. واي لخبطه في النقطه دي بتؤدي الى لخبطه قويه جدا في الاميونيتي بتاعه الشخص ده، وبيترتب عليها بقى طبعا مجموعه من الامراض كثيره جدا. موجوده فين الثايمس؟ موجوده في السوبيريور ميدياستاينال، وهي دايما دايما في الاطفال الصغيرين بتبدا تكبر 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 لغايه الماكسيمم بتاع عند البيوبرتي. من عند البيوبرتي بيبدا يحصل لها انفلوشن تمام. كانوا زمان بيقعدوا يقولوا اتروفي ومش اتروفي، وكانوا معترضين على الكلمه، فاتفقوا كلهم انهم يستخدموا كلمه انفلوشن اللي هي تقل شويه، بحيث ان الوظيفه بتاعتها كمان خلاص قلبت يعني. طيب ايه الاستراكشر بتاعها؟ زيها زي اي اورجن، ستروما وبريكولا. هنا الاستروما عباره عن ايه؟ الثلاثه اللي احنا حافظينهم، الكبسول، الترابيكيولي، الريتيكولار ستروما. وهنا بقى هنقف شويه عند الريتيكولار ستروما، لان الريتيكولار ستروما بتاع الساينس دي كان عليها قولان ومشاكل، ومش يعني اكتشفوها في وقت بسيط. طبعا الوقت البسيط ده اللي هو من 3 سنين طبعا، لانه كانوا زمان بيعتقدوا حاجه، وبعد ما عرفوا ان في ريتيكولار ستروما، والريتيكولار ستروما دي فيها سيلز وعامله زي شبكه، بدات تتضح حاجات ثانيه خالص، وانا هفسر الكلام اللي انا بقوله ده. طيب الريتيكولار ستروما هنا عباره عن ايه؟ عباره عن ريتيكولار سيلز وريتيكولار فايبرز. الريتيكولار سيلز هنا يا بنات مهمه جدا جدا جدا، وتكاد تكون عامل اساسي في الفانكشن بتاعه الثايمس. يعني لما نقول انه الثايمس وظيفتها حاجتين اساسيين، هما اول حاجه انها تعمل ماتوريشن للتي ليمفوسايتس، وثاني حاجه ان هي تسكريت الثايرويد هرمونز، صح؟ طيب بما ان الليمفويد تيشو كله ليمفوسايتس، عمرنا خدنا في الليمفوسايتس ان هي بتسكريت هرمون؟ اذا السكريشن بتاع الهرمون هيجي منين؟ لازم يجي من الابيثيليوم، صح؟ طيب او مش ابيثيليوم، يعني لازم يجي بحاجه. هم على فكره كانوا يعني هي فيها قولان انها فيها سم اليمنت اوف ابيثيليوم، لان هم برضو يعني شافوا فيها شويه كيراتين، فهي لغايه دلوقتي هي مش معروف هي تبع ايه؟ هل هي تبع الكونكتيف تيشو، او هي تبع، قلت لكم فيها دراسات كثيره قوي قوي موضوع الستروما بتاعه الثايمس. المهم انها اثبت ان هي مكان بيطلع منه الثايرويد هرمونز، بلس كمان التي ليمفوسايتس. علشان اقدر اعملها ديفرنشيشن واقدر اعملها ماتوريشن، لازم ان انا اعملها عمليه عزل. مين بقى اللي بيعمل عمليه العزل دي؟ بعزلها عن، ببعدها عن، عايزاها يعني انا عايزه كده بذكاء اتعامل مع الكابيلاريز اللي جنبها، الكابيلاريز دي تديني النيوتريشن والحاجات الحلوه، لكن ابعد اي حاجه ضاره انها تدخل من مين؟ للتي ليمفوسايتس، وتقرب لها طول ما هي بيحصل لها ماتوريشن. مين اللي بيعمل الشغل ده كله؟ الريتيكولار، حتى بصوا اسمها ايه؟ اسمها ريتيكولار ابيثيليال سيلز. يعني هنا هم كانوا معتقدين ان الريتيكولار سيلز دي اللي هي بتعمل لي شبكه تبع الكونكتيف تيشو، بس مين اللي خلاني اقول، ايه اللي يخليني اقول ريتيكولار ابيثيليال؟ يعني في اكيد دليل صح؟ ان هي ابيثيليال. دليلي بس الوحيد ان احنا لما جينا نبص عليها لقينا فيها كيراتين اللي هو الانترميديت فيلم، والكيراتين ده لو تفتكروا كنا بنقول لما نلاقي
مصدرها من الابيثيليوم. فعشان كده راهم مسمينها ريتيكولار ابيثيليال سيلز، ودي بتكون الاستروما وبتبقى عباره عن خلايا كده طالع منها بروسيسز، فعامله زي الشبكه والبروسيسز دول ماسكين في بعض كلهم، فعامله لي زي النتورك بتاعي في الايه في ال الاورجن يعني الخلفيه بتاعت الكونيه. بصوا هنا على الصوره، طبعا الصوره دي مش هتبين الريتيكولار ابيثيليال سيلز لكنها مبينه الليمفوسايتس، وانا مش هتكلم دلوقتي على الاستراكشر ده، خلينا في الصوره دي. الصوره دي رسم كده توضيحي، اللي بالاخضر ده كله هي دي الريتيكولار ابيثيليال سيلز. بصوا واقفه عامله زي الشبكه ازاي، مطلعه سيتوبلازميك بروسيس اخضر اهو، كل دي سيتوبلازميك بروسيسز، وكلهم او السيتوبلازميك بروسيس ده قابل السيتوبلازميك بروسيس ده اللي جاي له من خليه ثانيه، وبدا يشبك معاه بجنكشن، وبداوا السيتوبلازميك بروسيس دول زي ما يكونوا محاوطين خلايا اهي. عارفين مين الخلايا دي؟ هي التي ليمفوسايتس. ماشي يا بنات؟ لدرجه ان هما زمان 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 قوي كانوا بيقولوا على الريتيكولار ابيثيليال سيلز دي نيرسنج سيلز، وكانوا فاكرينها ان هي جواها سموها نيرسنج سيلز على اساس انها زي تمريض كده بتهتم بالتي ليمفوسايتس. كانوا مفتكرين انها بتاخد الليمفوسايتس جوه، يعني كانوا فاكرين ان هو ده السيتوبلازم بتاعها، وان الخلايا دي جوه الخليه من جوه. بعد اكتشاف بقى الالكترون مايكروسكوب والمايكروسكوبات المتطوره اكتشفوا ان الموضوع ده لا خالص، الموضوع ده مش كده، الموضوع كله انه انا خليه وخليه جنبي اهي، طلعنا سيتوبلازميك بروسيس فعملنا شبكه، فبقينا في تجويفات كده في النص، التجويفات دي احط فيها الليمفوسايتس. تمام؟ طيب ال وقلنا ان هي كمان بتطلع لي الثايموس هرمونز مش البيتيكولار فايبر، والبارينكيما هنا بارينكيما كورتكس ومضله، كورتكس ومضله دي على طول يروح ذهننا للليمف نود، صح ولا لا؟ مش الليمف نود كانت كورتكس ومضله؟ هنا بقى الكورتكس والمضله مختلف تماما. بمعنى ايه؟ بمعنى انه بصوا الاورجن نفسه عباره عن فصوص، يعني انا عندي الترابيكيولي بتبدا تقسم، حاسه بس بالاسم علشان هو اللي شغال، الترابيكيولي هتقسم لي ثايمس الى لوبس، وبعدين كل لوب هيتقسم الى لوبيول، فهتبقى عامله زي كده يعني بالظبط كده اهو، ادي لوبيول اهو هنا الكبسول خلاص، وبعدين جاي كده لوبيول تاني اهو، فص تاني او فصيص تاني، وبعد كده هو جاي تاني لوبيول اهو. شايفين يا بنات؟ دي كلها عباره عن فصوص، كل فص من الفصوص دي، كل فص واحد عنده كورتكس اهو اللي تحت، كل الكورتكس ده اللي تحت مين؟ اللي تحت الكبسول، واللي جوه دي المضله. وطبعا لما اقول كورتكس انا اللي بعمله ده لا مش المزني، غلط. اللي بعمله ده غلط، انا بلون. هو لا، الكورتكس والمضله الاثنين عباره عن ليمفوسايتس، يعني المفروض اعمل نقط، صح؟ بس انا ليه عملت كده؟ لانه كميه الليمفوسايتس اللي موجوده في الكورتكس دايما كتيره قوي كتيره قوي عن كميه التي ليمفوسايتس اللي موجوده في المضله، لانه جرت العاده انه اللي في الكورتكس دي بيحصل لها ماتوريشن، ولما تكبر تروح نازله في القلب اللي هو المضله. فبالتالي بقى كل واحده من دول فيها كورتكس اهو وفيها مضله، فيها كورتكس وفيها مضله، فيها كورتكس ومضله لكل لوبيول. تمام؟ بس ايه بقى زي الصوره كده، بصوا على الصوره تلاحظوا انه اهو لو اخذنا مثلا اللوبيول ده، هنركز على اللوبيول ده، في عندي اهو كورتكس ومضله. اول حاجه اخد بالي منها ان الكورتكس بتاعي غامق، صح ولا لا؟ اهو، والقلب بتاعه فاتح. احنا دايما الشريحه دي شريحه سهله قوي، والستودنتس بخاف اقول بنات عيال، ايه ده؟ طبعا انا لما بقول العيال او الطلبه دايما نتكلم بصيغه المذكر، فنشمل الاثنين، انتوا بتزعلوا بقى فلازم ما علينا. لازم نخلي دماغنا فوق المرة، والله لا في بنات بيزعلوا في حاجات بسيطة قوي، يعني مرة بس ما كانش هنا في السعودية، كان في بلد تانية، البنات ما كانوش يردوا عليا
لو ندهت لهم باسمهم، لو هي اسمها خديجه قلت طب احنا بنقول كين كين في مصر عادي، لو قلت لها خديجه ما ترد، لازم اقول لها خديجه رجاء هقعد بك. بس انا كنت بحبهم فما كنتش كان بركه بالكرسي. انا مشكلتي ان انا ما علينا يعني، هم كانوا مؤدبين جدا الصراحه في المستشفى، فكانوا بيزعلوا يعني، كانوا بيحسوا انك بتنطقي اسم مش اسمهم. ما علينا. المهم الحاجات كلها صغيره. المهم العيال كلهم شامله يعني بيحبوا جدا شريحه التايمز. ليه بقى؟ لان احنا دايما لما نيجي ندرسها نقول ايه شريحه التايمز دي على الميكروسكوب من بره او حتى من بعيد عامله زي احنا بنقول كده وردات، وردات مقفله. عارفه الورده؟ الورده دايما اللي هي لسه بتفتح دي، خلينا بقى نتكلم حاجات رومانسيه. الورده اللي بتفتح جديد دي تلاقيها من بره غامق، والقلب اللي طالع جديد ده فاتح، صح ولا لا؟ الاوراق الجديده دي بتبقى فاتحه. احنا عندنا كده بالظبط. اجي ابص على السلايد الاقيها دوائر 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 زي كده، كل دايره بره غامق وقلبها فاتح، بره غامق وقلبها فاتح، دي بقعه فاتحه في النص. تمام يا بنات؟ فبالتالي بتبقى سهله جدا وبتعرفني الشريحه دي كده من بره، ده كده من بره قبل ما ابص عليها بعيني. اول ما ابص في حاجه معينه كده هشوفها هقول انها تايمس على طول، فهي شريحه سهله. تمام؟ طيب احنا دلوقتي محتاجين تفسيرات كتيره قوي، ليه اللي بره ده غامق؟ ليه اللي جوه فاتح؟ ايه نظامه؟ طيب بالتالي هبدا افرق ما بين الكورتكس والمدلة. كل لوبيول، كل لوبيول عنده كورتكس ومدلة، مش الاورجن كله. خلاص؟ طيب الثايمس الكورتكس بيكون على البريفري والمدلة بتكون في الديب او في الانر بارت اوف ذا لوبيول. الثايمس الكورتكس بيكون غامق جدا، تبان ان هو دارك، وده علشان زي ما اتفقنا في كميه كبيره جدا 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 من التي ليمفوسايتس فمزنقين جنب بعضهم، فمديني الفيلد بتاعي دارك. قلنا بيحصل لها ديفرنشيشن، اللي هيحصل لها ديفرنشيشن هتنزل في المدلة، فعددهم بيكون اقل، خلاص كميتهم اقل. ومين اللي يبقى كتير؟ الريتيكيولار سيلز اللي هي عندها سيتوبلازما احمر، فبالتالي القلب بتاعي يبان فاتح. اوكي؟ طيب الكورتكس عباره عن ايه والمدلة عباره عن ايه؟ الاثنين يا بنات عباره عن تي لينفوسايتس، ماشي؟ دي فيها تي لينفوسايتس كتيره لكن دي فيها قليل. الريتيكيولار ابيثيليال سيلز بقى سبحان الله، شوفوا يعني الريتيكيولار ابيثيليال سيلز قلنا عامله شبكه في الاورجن، صح؟ لقوا بقى ان الريتيكيولار ابيثيليال سيلز دي في منها انواع، انواع مختلفه، خلاص؟ في منها ست انواع. احنا سهلناها عليكم طبعا، مش هندرس كل نوع لوحده، هو طبعا يعني بيتاخد بالتفصيل، بس ده يعني اكبر منكم بكتير يعني، فانتوا كفايه قوي نعرف ان هم ست انواع، وللسهوله كمان هيبقى سهل بالنسبه لكم. نوع واحد واثنين وثلاثه الاولانيين موجودين في الكورتكس، اربعه وخمسه وسته موجودين في المدلة. تمام؟ وبالتالي بلاقي الابيثيليال ريتيكولار سيلز هنا واحد واثنين وثلاثه، وهنا اربعه وخمسه وسته. واحد واثنين وثلاثه الموجودين في الكورتكس دول، دول انواع معينه من الابيثيليال ريتيكولار سيلز بيبقى هدفها الرئيسي، انا بعمل اهو ديفرنشيشن للتي لينفوسايتس، هدفها ان انا اعزل التي لينفوسايتس عن اي حاجه ممكن تضرها. التي لينفوسايتس في المرحله دي يا بنات قبل ما يحصل لها ديفرنشيشن، لو اتعرضت لاي انتيجين هتموت لوحدها، مش هتكمل، انا كده بفقدها. فاهمين ازاي؟ لو اتعرضت لانتيجين في المرحله دي قبل ما يحصل لها ماتيوريشن لوحدها هتموت. فبالتالي انا مهم جدا في المرحله دي ما اعرضهاش لاي حاجه، مين اللي بيقوم بالوظيفه دي؟ هو واحد واثنين وثلاثه. خلاص؟ طيب نسيت اقول لكم انه المضله فيها حاجه فيري كاركترستيك، ودي الحاجه اللي انا قلت لكم بمجرد نظره واحده ها بعرف على طول ان دي هي التايمز. حاجه اسمها هاسلز كورباسلز. الهاسلز كورباسلز دي بنلاقيها دايره حمراء، مش احنا قلنا الكورتكس غامق والمضلة فاتح، في الحته الفاتحه دي الفيلد بتاعي بيبقى فاتح، فبقدر ان انا ابص واعرف هو فيه ايه. فاول ما ابص جوه في المضلة اللي في النص دي الاقي فيه دايره، دايره صغيره كده لونها احمر بس، هي مش اكتر من كده. ايه بقى قصه الهاسلز كورباسلز دي اللي هي الدايره الحمراء اهي، شايفين دايره حمراء جوه الايه
جوه الميدالية، ودي كاركترستيك للتايمز. ايه قصتها؟ قصتها ان هي عباره عن، لا يعني برضو الكلام ده اكتشف مؤخرا، لقوا ان هي عباره عن دي جنريتد ابيثيريال سيلز. شفتوا الابيثيريال سيلز؟ الابيثيريال سيلز دي لما بتموت تقوم تتكوم على بعضها كده، وبعدين مع مرور الوقت يديني هايلاين ديجنريشن في القلب بتاعها، فيبقى القلب بتاعها من جوه اهو احمر، بقعه حمراء كده. البقعه الحمراء دي اللي هي الباثولوجي بتاعها ايه؟ هي عباره عن هايلاين ديجنريشن. وبعدين بقى بقيه الخلايا اللي ماتت دي محوطه بيها كده، عامله زي اللايرز حواليها اهو، اللي حواليها دي كده اهي، دي الابيثيليال ريتيكولار سيلز، البريفرال ريتيكولار. يبقى عندها سنترال هايلاين اسيدوفيليك ماس خلاص من الديجنريتد ريتيكولار سيلز، وبعدين بيحوط بيها بقى على هيئه زي دوائر 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 اللي هي البورد شيبد ابييرنس كده، البريفرال ريتيكولار سيلز حواليها خلاص. فيعملوا لي حاجه عامله زي الكور، بقول عليها هاسلز كورباسلز. الهاسلز كورباسلز الى الان الى يومنا هذا هو مش معروف ايه الفانكشن بتاعها، يعني حتى الكتب الكبيره تيجي عند الفانكشن تكتب unknown unknown خلاص. بالمناسبه بقى الدكاتره بتوعنا في مصر كانوا بيحبوا قوي، احنا كان عندنا حاجات كتير قوي الفانكشن بتاعتها unknown، معرفش كنا بندرس ايه يعني، طالما هي unknown يعني كانوا بيحبوا قوي يجيبوا لنا الحاجات دي الفانكشن بتاعي. انا افتكر كلارا سيلز دي ايام ما انا كنت بدري طالبه كانت unknown function. انتوا عندكم بقى ليها function كتير، اكتشفوا لها بقى functionات كتير قوي، فكانوا يحبوا يجيبوها في الاسئله عشان احنا بقى ايه مش مذاكر بقى هيقعد يقلب، عارفين اللي هو بحر العلم والمفهوم. بالعكس دكتور، اللي ما ذاكر ترى يدري وش الانون، لانه خاص يعني والله ده احنا بنشوف بصي كده وهو بيبقى عايز الاجابه unknown كده بس. طيب جيبها يا بنات اختي بس ساكت عشان عشان تعرفين من اللي مالك. والله المهم حصلت البصلز الى يومنا هذا الفانكشن بتاعتها مش معروف. نيجي بقى لاهم حاجه في محاضره النهارده اللي هو العزل اللي انا بعمله للتينيموسايتس، بعمله من خلال الريتيكولار ابيثيليال سيلز صح؟ والحاجز ده او العازل ده بيكون كومبليت في الكورتكس، يعني بيبقى على اشده في الكورتكس، وفي المضله بيكون انكومبليت وبيتعمل بالريتيكولار ابيثيليال سيلز. فتكون تعمل لي حاجه اسمها بلاد ثايميك بارير، وده البارير اللي هيفصل او يعزل التي لينفوسايتس عن البلاد اللي ماشي في الكابيلاري اللي هم جنب بعض، يعني الكابيلاري جنب بجنب تمام. فاروح انا عامله كده زي ليرز، هتكلم على الليرز بتاعتها دلوقتي علشان تمنعني اي حاجه ضاره انها تطلع من الكابيلاري توصل للتي لينفوسايتس. طيب الاول حاجه الرسمه دي اللي هيذاكرها كويس او يفهمها هي من دماغه كده يفتكر الرسمه ويقعد، مش ضروري ان هو يحفظ كل الكلام ده. طيب الرسمه دي عباره عن ايه؟ اللي بالاصفر ده يا بنات هو السيتوبلازم بتاع الريتيكولار ابيثيليال سيلز، ودي النيوكليوس بتاعتها اهي. فده كده الريتيكولار ابيثيليال سيلز ماشي بالنيوكليوس بتاعتها. طيب الريتيكولار ابيثيليال سيلز مطلعه سيتوبلازميك بروسيس اهي، ادي الريتيكولار ابيثيليال سيلز اهي، ادي واحده وادي الثانيه خلاص. ايه اللي هيحصل حتى لما رسمت السيتوبلازميك بروسيس بتاعه الخليتين هيطلعوا ويتحدوا مع بعض هنا تايت جنكشن خلاص، وهنا برضو نفس النظام، ادي سيتوبلازميك بروسيس وادي سيتوبلازميك بروسيس ويتحدوا بنفس الـ 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 النظام كده تمام يا بنات. طيب جوه او في النص كده بصوا لي كده، هنا بيبقى فيه الكابيلاريز اهو، والكابيلاريز دي جواها البلاط. خلونا نبص على الرسمه افضل بدل ما، لان انا مش بالالوان فهتبقى الدنيا معقوله شويه ماشي. ادي الريتيكولار ابيثيليال سيلز وادي السيتوبلازميك بروسيس بتاعتها خلاص، وعامله تايت جنكشن هنا بين الايدين
موجود عندي شايفين كل الدوائر الاسود دي هي الليمفوسايتس. بصوا خلاص، وهنا هي ال ريتيكولار ابيثيليال سيلز بتقوم عامله ايه؟ بتقوم محوطه بالكابيلاري، اي كابيلاري تروح محوطه حواليه. طيب هل بيبقى الكابيلاري بس؟ لا، الكابيلاري بيخلق انفايرمنت كده حواليه اللي هو بنقول عليها البيري كابيلاري سبيس، والسبيس ده دايما الاقي فيه خلايا الماكروفاج. يبقى موجوده عندي الكابيلاري الاول بس جنرال ايديا عن الرسمه وبعد كده نفسر اكتر. تمام، يبقى دلوقتي ادي الكابيلاري، بره الكابيلاري اللي بالموف ده عباره عن سبيس موجود فيه الماكروفاج، سبيس حوالين الكابيلاري موجود فيه الماكروفاج. تمام، طبعا ادي السيتوبلازميك بروسيس بتاعه الريتيكولار ابيثيليال سيلز جوينت توجذر باي تايت جانكشن، وان بتوين في عندي التين لينفوسايتس. طيب فين بقى العازل او البارير؟ البارير بادي من اول هنا لغايه هنا، سواء بقى لو هاخدها من عند الكابيلاري التين لينفوسايتس او العكس. طب خلونا ناخدها من عند الكابيلاري. هو الكابيلاري ده يعني احنا قلنا كابيلاري وحواليه في سبيس فيها ماكروفاج. طب تعال بقى نركز على الكابيلاري، الكابيلاري ده مش لايند باي الاندوثيليوم. طيب تفتكروا لو الاندوثيليوم ده خل ايه رايكم الافضل؟ مين اللي يعمل لي كنترولنج احسن؟ ان انا اخلي، ما هو ده كابيلاري، يعني ممكن تكون الاندوثيليوم بعيد عن بعض وفي جابز، او ممكن يكون كونتينيوس. يبقى اكيد كونتينيوس، ادي اول نقطه، يبقى ده رقم واحد. طيب الابيثيليوم ده او الاندوثيليوم مش قاعد على بيزال لامينا، طب ايه رايكم؟ اخلي البيزال لامينا ثيك وكونتينيوس ولا اخليها ديسكونتينيوس؟ اكيد هتبقى ثيك وكونتينيوس. انا عايزه اقفل. عارفين الساينسز بتاعت امبارح اللي انا قعدت افتح كل حاجه؟ لا، هنا بقى هنعمل العكس. انا مش عايزه اي حاجه من جوه تعدي غير بس الجازز والنيوتريشن والحاجات الايه الكويسه اللي هي هتعدي باي ديفيوجن، اي حاجه ثانيه مش هتعدي. طيب افرضوا الحاجه دي قدرت تعدي من الاندوثيليوم وقدرت تعدي من البيزال لامينا، هتطلع بره في السبيس ده هتلاقي مين؟ الماكروفاج هتاكل. يبقى دي كده ثالث حاجه موجوده عندي. طيب طلعت بعد كده انا جايه من جوه لبره، فاول حاجه هقابلها اللي هو الشريط الاخضر ده، ودي هي عباره عن البيزال لامينا بتاعه الريتيكولار ابيثيليال سيلز. هي مش ابيثيليال سيلز يبقى عندها بيزال لامينا، يبقى البيزال لامينا دي برده هتبقى زي حاجز او بارير. بعد كده هدخل بقى على، طب عديت منه هلاقي السيتوبلازم نفسه بتاع الريتيكولار ابيثيليال سيلز بالتايت جانكشن اللي ماسك، اللي هو مش هيفوت لي اي حاجه، ده تايت جانكشن يعني مش يعني ملزوقين في بعض سيلينج، صح؟ يعني حتى نوع الجانكشن اللي اخترته نوع ما يفوتش اي حاجه، فبالتالي ضمنت فعلا ان مفيش حاجه هتعدي من الكابيلاري للتي لينفوسايتس غير لما الحاجات اللي هي المفيده اللي هي باي ديفيوجن، اللي هي مفيش اي حاجه هتوقفها. فهمنا يا بنات؟ يبقى اول حاجه اهو كونتينيوس كابيلاري اندوثيليوم، ثاني حاجه ثيك بيزمنت ممبرين اهو كونتينيوس بتاع الكابيلاري والكابيلاري عليه بيريسايتس ماشي، وبعدين الفاسكولار سبيس او البيري فاسكولار سبيس ده اللي هو محتوي على الماكروفيج كنوع من انواع الفاجوسيتك سيل، فلو اي حاجه عدت هتاكلها. بعد كده البيزمنت ممبرين بتاع الريتيكولار سيلز، وبعدين كومبليت لاير اوف ابيثيليال ريتيكولار سيلز، الابيثيليال نفسه بتاع الخليه. ماشي يا بنات؟ فسهل جدا لو الصوره في دماغنا هنقدر نقول ايه هي الكونتنتس او ايه هي الحاجات اللي بتكون البلاد ثايميك بارير. في مشكله؟ طيب البلاد ثايميك بارير بقى بصوا الفانكشن بتاعته كتيره جدا. البلاد ثايميك بارير ده وهو ده اللي بيعمله الريتيكولار ابيثيليال سيلز، هو ده اللي بيساعد في الماتوريشن بتاعة الليمفويد تيشو، وهو ده اللي بيطلع لي الليمفوسايتس اللي هي طبعا ماتوريتد، يعني بيعمل لي تي سيل ريسبتور، الحاجات بقى بتاعت الايه؟ بتاعت الاميونتي، شغل بقى بالديتيلز انه بيعمل تي ريسبتورز على السيرفس
واللي مش عارفه اسمه ايه الميجور اسمه كومباتيبلتي مش كده. ايوه المولكيولز يحطها على الانتيجين بريزنتنج سيت ويخلي لي دي اي بي سيز ودي مش عارفه ايه عشان يتعرفوا على الانتيجين ده شغل. بلس بقى سكريشن اوف هرمونز لان هو الكليير سيلز بيطلع لي الثايمك هرمونز بريتيكولار الكليير سيلز ودي بتستيميليت الماتيوريشن والاكتيفيشن اوف ليمفوسايتس. والهرمونات دي يعني هي فيسيولوجي شويه فاحنا يعني هنقولها كده يعني الثايموزين ودوت بيدفرنشيت التايب سايت اللي هي الثايموسايت اللي هي التي ليمفوسايتس ماشي باي فورميشن اوف تي سي ار اون ذا سيرفيس of mature T lymphocytes يعني بيساعد في عملية الماتيوريشن يعني. الثايموبيوتين ده اللي بيساعد ان هو يحط السيرفيس ماركرز على T lymphocytes. اعتقد هتاخدوا الهرمونات دي بالاكشن بتاع التفصيل في الفيسيولوجي. الثايمين ده بيقلل لي النيورو ماسكولار ترانسميشن والثايموستيرين بيزود الليمفوكوليزس ان هو الثايموستيرين ده يروح يخلي البول مارو يطلع لي ليمفوسايتس كتيره جدا. طيب في حاجه اسمها تايمز ديبندنت زونز دي بقى انتوا المفروض اللي تقولوها. ايه هي التايمز ديبندنت زونز؟ هل دي موجوده في الثايموس؟ لا لا. امال دي ايه؟ مكانين عندي ايه هما؟ الباراكورتكس ده موجود فين؟ في الليمف نود. وتاني مكان اسمه ايه؟ بيري ارتريولر ليمفاتيك شيز اللي هو بالز. بالز ده موجود فين؟ في السبلين. في السبلين. يبقى المكانين دول هي المخازن اللي انا بعد ما صنعت التي ليمفوسايتس وعملت لها ديفرنشيشن وظبطتها واخر تمام تروح بقى على المكانين دول يتخزنوا فيها. واول مكان هو البارا كورتكس او الديب كورتكس موجود في الليمف نود especially between the cortex and medulla في منطقه بين الكورتكس والمدلة والبيري ارتريولر الليمفاتيك شيز موجود في الوايت بالب بتاع السبلين. طيب الليمفاتيك فاسكولار سيستم ده احنا مش هنطول فيه قوي يعني هم خمس دقائق هقولهم كده بسرعه وامشي دخلناه قبل كده في الفيسلز فدي لما دخلنا الفاسكولار هتلاقوا الكلام بتاعي يعني مش هيكون جديد عليكم. الليمفاتيك فاسكولار سيستم دي عباره عن اوعيه خاصة علشان ألم بيها الفلويد اللي هو متجمع اللي هو اسمه ليمف زي ما قلنا امبارح تمام. يبقى هي عبارة عن thin walled endothelial lined channels يعني هي فيسلز برضو طالما فيسلز يبقى هتبقى lined by endothelium وليها نفس الاستراكشر بتاع الفيسل. اقرب ما يكون في الاستراكشر بتاعها الى الفينز طبعا انا ماليش دعوه بالارتكس كاستراكشر لو هميز قوي فهي قريبه او شبه الفينز ماشي كده بس بتكون عندها بلايند اند. يعني ايه بلايند اند؟ يعني الليمف ما بيلفش في سيركيوليشن مش زي الدم الليمف بيبقى جاي بلايند اند من تحت وبلايند اند من فوق. اللي تحت ده يفضل يشفط الفلويد ويطلعه على فوق لغايه لما يصب في السوبيريور في الانفيريور فينا كيفا ماشي. واللي فوق هيجمع الليمف والفلويد من فوق وينزل على تحت لغايه لما يصبوا فين؟ في السوبيريور فينا كيفا. ومنهم الاثنين يدخلوا على الايه؟ الرايت فينتري اوف ذا هارت ماشي كده يا بنات؟ طيب على طول الكورس بتاع الليمفاتيك فيسلز من الجنبين الاقي على طول موجود عندي ليمف نودز لان هي دي اللي هتعمل فلتريشن اوف ليمف. طبعا بيقول لي with rare exceptions زي السين اس والبول مارو الاثنين دول ما فيهمش ليمفاتكس. غير كده الليمفاتكس موجوده في كل البادي والسيستمز بتاعتنا. طيب في عندي حاجه اسمها ليمفاتيك كابيلاريز اللي هي الصغيره ودي الاستراكشر بتاعها هو عباره عن اندوثيليوم وميزه لامينه زي الكابيلاريز العاديه خالص. ايه الفرق بينه وبين البلاد كابيلاريز؟ زي ما اتفقنا ان هو اند فيسل يعني مش عامل لي زي شبكه كده فاريبل ان ديامتر انكورنج فيلامنت الاندوثيليال سيلز كبيره شويه عن بتاعه البلاد فيسلز كلها حاجات طبعا فاسكولار شويه ف الوول بيكون بيرميبل علشان يقدر يطلع لي الانفيشنز والفلويد. ومن جوه الكابيلاري طبعا البلاد كابيلاري فيه بلاد لكن ده فيه ليمف. نيجي بقى لللارجر ليمفاتكس
ودي شبه بالضبط الفينز اهي، شبه الفينز في الاستراكشر بتاعها. يعني ادي الفينيول اهو، يمكن الفينيول جوه فيه بلاد، لكن الليمفاتيك فيسل ما فيهوش حاجه، بس عنده ثين وولز، عنده طبعا فالفز كتيره جدا خلاص، وعشان كده بنقول ان هو شبه الفينز، لكن عنده فالفز اكتر من الفينز. و بين التيونيكا وبعضها اللي هي تيونيكا ميديا وتيونيكا ادفنتيشيا وتيونيكا انتما مفيش فروقات قوي. على طول الخط بيبقى فيه زي دايلاتيشنز كده اهي، زي دايلاتيشنز ماشي، وبينها وبين بعضها الفالفز. ودي طبعا اللي بيحركها يا بنات زي ما انتم عارفين، او اللي بيحرك الليمف جواه المصل. برافو. ولذلك لو اي حد فينا نورمال طبيعي ما عندوش اي ديزيز، قعد مده طويله ودلدل رجليه كده من غير ما يرفعها، هيكون يلاقي رجليه وارمه. ده طبيعي. ليه؟ لان انا قعدت يعني قاعده مده طويله، فالجرافيتي لوحدها كفيله انها تاخد الفلويد ده كله، صعب جدا ان هو يسحبه لفوق. المشكله انا لما بمشي كده العضلات لما بتيجي تعمل كونتراكشن زي ما تكون بتعمل ميلكينج للفيسلز دي، تخليها تطلع الليمف اجينست ده ايه؟ ده جرافيتي. فطبعا القعده والمددان الرجل والناس اللي عندهم البوليس مات، الناس اللي هم بيشتغلوا وهم واقفين مدة طويله دايما رجليهم بتورم، وده طبيعي. يعني ما نقعدش بقى نخضهم ونقول له لا نقول له بس ارفع رجلك شويه هتلاقي الورم راح. لان طبعا ديما اوف لور ليمب ناس كثيره قوي من العامه حتى بتتخض اول ما تلاقي فيه ورم، على طول هم عارفين يا اما حاجه في الهار، هم حتى اللي هم مش متعلمين عارفين ان الورم ده دليل على ان امراض كبد او امراض قلب. فطبعا لا يعني عادي ممكن تبقى في النورمال فيرسونز يعني. طيب الضغط بقى دي اللي هي الكبيره، عندي اثنين ضغط اللي هو الثوراسيك ضغط والرايت ليمفاتيك ضغط. الثوراسيك ضغط دي اللي هي بتلم كله 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 وتصبه في الليفت انترنال جنكشن فين عشان تحطه في السب كليبيان فين. والرايت ليمفاتيك ضغط دي بتودي على الرايت سب كليبيان فين والرايت انترنال جابيولار فين. وبعد كده الاستراكشر بتاعها عامل زي بالظبط اللارج فينز، يعني عندها فالفز كتيره وعندها الميثيليوم. يعني الاستراكشر مش هسالكم فيه قوي على فكره يعني عشان ده بصف اكتر. الفانكشن بقى ان انا الم بيه الانترستيشيال فلويد، وكمان ان انا اوزع الليمفوسايتس والانتي بودز. وخلي بالكم يا بنات انه الليمفاتيك فيسل مش فاكره مش فاكره التكنولوجي العلمي قوي يعني بتاع المعلومه، بس هو طريق من طرق يعني هو واحد من الروتس بتاعه الديسيميشن بتاع الكانسر. ايوه الميتاستاسيس يعني بيبقى وان روت اوف. لا انا عارفه الميتاستاسيس مش عارفه دماغكم اللي هي هو الطريق من طرق انتشار لينا التكنولوجي في الباثولوجي ماشي. فهو طريق من الطرق ده لانه السيلز بتدخل فيه وبتنتشر وبتوصل على الايه؟ على كل الاماكن. فبصوا تلاقوا الكانسر في حته راح في حته ثانيه عن طريق الليمفاتيك باث واي. ماشي يا في اي مشكله؟ كده ان شاء الله نكون خلصنا. هنلقاكم باذن الله يوم الاربعاء. ان شاء الله. ونقفل على الهيستولوجي في البلوك.